ايه ده؟ Money Talks. الموبايل زيه زي الانسان بالظبط، بيقدر يؤدي في نطاق درجة حرارة معينة. فموبايلات ابل وسامسونج مثلا بيكونوا تمام من اول صفر لحد 35 درجة مئوية. بعد كده بقى يبدا الموبايل يبعت لك تحذيرات ويكون ابطا ويقفل وممكن يبوظ خالص، وده حصل لموبايلات كتير في ايطاليا لما درجة الحرارة وصلت ل 45 درجة مئوية. عارفة انك خفت على موبايلك، عشان كده هقول لك شوية حلول. اولا، حاول ما تعرضش الموبايل لاشعه الشمس المباشره، ولو حصل ما تسيبش البرايتنس تعلى للاخر. دايما اتاكد انك عملت اخر ابديت للموبايل والابلكيشنز، لانهم بيحاولوا في الابديتس دي يقللوا الطاقه بالتالي تقل الحراره. ولما يكون الجو حر حاول ما تفتحش العاب او اي ابلكيشن بيحتاج طاقه وسرعه عاليه من الموبايل، لان ده هيخليه يسخن اسرع. طيب الموبايل سخن واللي حصل حصل، هتعمل ايه؟ اوعى تفكر انك تحط موبايلك في الثلاجه مثلا او تخليه يلمس اي حاجه مجمده. كل اللي عليك تعمله ارفلموه، وضروري تشيل اي كفر وتسيب الموبايل في الهواء لغايه ما يتخلص من الحراره. بس كده.